الموضوع الجديد في البي ال سي حاجه اسمها ستيتس تشارت. هي صفحه عباره عن جدول، جوه الجدول ده بيجيب لك حالات اي حاجه انت عايزها جوه البي ال سي. اي حاجه عايز تعرف الستيتس بتاعتها جوه البي ال سي هو بيجيب لك حالاتها. الطبيعي جدا مثلا انا عايز اعرف الحاله بتاعت حاجه موجوده جوه البرنامج، اشتغلت ولا لسه، طفت ولا لسه، ولو تايمر التايمر بدا يشتغل ولا لا، او لو اشتغل بدا يعد وعد كام، ولو عد طب الكونتاكت فتح ولا لسه، او الكلوز اتغير حالته ولا لسه، وهكذا. تمام؟ فميزه صفحه ستيتس تشارت ان هي بتجيب لك في مكان ما انت عايز الحاجه اللي انت عايز تعرف حالتها. هتقول لي طب ما انا كده كده عندي امر بروجرام ستيتس بيجيب لي حاله كل حاجه جوه البي ال سي. بس البروجرام ستيتس لو انت عندك كيو 0.5 موجوده فوق وكيو 0.2 موجوده تحت خالص، مضطر تعمل ايه؟ تطلع وتنزل، صح؟ هنا انت بتحط اللي انت عايزه. الطبيعي مثلا انا عندي المكنه دي لازم لو كيو 0.5 لقطت تكون كيو 0.6 مطفيه، فممكن احطهم ورا بعض عشان الاحظ حالتهم على طول. اوكي؟ وهكذا. انا في البرنامج مرتبط بترتيب، فممكن اجي البرنامج ابقى مضطر احط نتورك رقم 50 تحت، ما ينفعش احطها في نتورك رقم 2 عشان دي ما تبصش، بس هنا انا بحط الحاجه اللي عايز اشوف حالتها في اي مكان زي ما انا عايز. الستيتس تشارت متقسمه لادرس، فورمات، وكارنت فاليو، وحاجه اسمها نيو فاليو هندرسها بعدين بالتفصيل عشان هتاخد وقت كبير. ادرس وفورمات وكارنت فاليو وحاجه ثانيه اسمها نيو فاليو. تمام. الادرس اللي انا عايز اعرف حالته هكتبه جوه لسته الادرس. الفورمات هي الصيغه اللي عايز اشوف بيها الحاله دي. هنشوف يعني ايه الصيغه. الكرنت فاليو هي القيمه الحاليه بتاعته. يعني لو مفتاح يقول لك مقفول، لو لمبه يقول لك شغاله او مطفيه، لو تايمر يقول لك شغال او مطفي وعد كام، وهكذا. لا الادرس غير السيمبل، السيمبل ده رمز. الادرس يعني اي 01 كي 02 ام 2.3 اللي هي جوه البرنامج. يعني مثلا البرنامج بتاعنا اللي انت رسمته دلوقتي على الكمبيوتر انا عايز اشوف الحاله بتاعته، فهقول له الاي 0.0 والاي 0.1 والام 0 كان 0 بوينت كام؟ كان ام 0 كام في البرنامج؟ تمام؟ والكيو 0.1 والكيو 0.2 صح؟ طيب مش هتفرق، بس انت ايه اللي انت مستخدمه؟ ما هو لو انت مش مستخدم كيو 0.5 وجيت سالته عليها هيقول لك ايه؟ مطفي. يعني مش عامله في البرنامج، البرنامج اللي انت رسمه على البي ال سي دلوقتي موجود جواه كيو 01 وكيو 02. لو جيت قلت له عايز اعرف حاجه كيو 0.5 هيقول لك بس كده مطفي. زيرو طول عمرها تبقى بزيرو، ما انت مش مشغلها. انت عايز تعرف حاجه في البرنامج عشان خاطر حياتك تتغير، صح؟ بتشتغل وبتطفي. فبس انا عن حاجه موجوده بالظبط في البرنامج اللي انتوا عاملينه، اللي هو في التمرين انتوا عاملينه بالظبط. طيب الفورمات المتاحه في البي ال سي هم دول، وبعد كده هقول لك امتى بختار الفورمات الصح او ايه هو الفورمات الصح لكل ادرس. في البيت وفي الباينري وفي الهكس ديسيمال وفي فورمات اسمه السايند وفي فورمات اسمه الانسايند وفي فورمات اسمه فلوتنج بوينت. دي الفورمات المتاحه. اوكي؟ البيت والباينري والهكس ديسيمال والسايند والانسايند والفلوتنج بوينت. البيت اللي هو ايه تفتكروا؟ اللي هو 01 صح؟ تمام. يعني انا لما اجي اتعامل مع مثلا مفتاح هختار انهي فورمات من دول؟ البيت لان هو يا شغال يا مطفي، يا مفتوح يا مقفول، يا 01 صح؟ الباينري يعني اصفار ووحايد، دي ممكن استخدمها امتى؟ ها المفتاح بيت امتى باينري؟ امتى اما اكون مجموعه مفاتيح، مجموعه خارجه، مجموعه ميركرز، فبدل ما اكتبهم على كذا سطر واخليهم بيت 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 اخليهم في سطر واحد واخليهم ايه؟ باينري. الهكس ديسمال في انا يعني في ال 7200 مفيش داعي تستخدم هكس ديسمال لان مفيش بلوك شغال بالهكس ديسمال. اوكي؟ بس عايز تشتغل بيه لو ده بيريحك براحتك. السايند والانسايند اللي هو باشاره ومن غير اشاره هنعوزه مع مين مثلا؟ لا ها ها الايكويشن ماشي، في الايكويشن ممكن، لا بس الانالوج لا ما ينفعش انالوج. ها
كاونتر، مش الكاونتر بيعد، ممكن يعد بالموجب ممكن يعد بالسالب، يبقى سايند. التايمر بيعد بالموجب والسالب ولا بالموجب بس؟ الزمن بالموجب بس، صح؟ فساعتها اختار ايه؟ الانسايند بدون اشاره، تمام؟ الانالوج لازم أن يكون ايه؟ حتى الايكويشن اخليها فلوتنج بوينت عشان بالعلامه العشريه. قول يا باشمهندس. تاني انا بختار الادرس، بختار الادرس، الادرس اللي عايز اشوف حالته. هو هيقول لك طب عايز تشوف الحاله دي بانهي صيغه؟ يعني اكلمك بانهي طريقه؟ انا عندي كذا طريقه ممكن اكلم بيها. فالطرق المتاحه في بيت وباينري وهكس ديسيمال وسايند وانسايند وفلوتنج بوينت. تمام. اوقات هو هيجبرك يقول لك، بقول لك ايه اللي انت اخترته ما ينفعش معاه غير بيت. ينفع ينفع، مش هينفع مش هشتغل. الله ينور عليك. حاجه زي مفتاح واحد، هيقول لك المفتاح ما ملوش غير بيت، هو زيرو واحد. تمام. لكن في حاجات معينه يقول لك ينفع هكس ديسيمال وينفع سايند وينفع انسايند. فتلاقي الليست اختفى منها ده وده وده وفضل دول بس. ويقول لك شوف انت عايز اي واحد فيهم. في بعض الادرس يبقى الليسته فيها كل حاجه، تختار اللي انت عايزه. نوع الادرس هو اللي هيخليك تختار الفورمات. اوكي. مش دايما حجم، مش دايما هتكلم عن حجم. اوكي. يعني مثلا الفرق ما بين هكس ديسيمال وسايند دي مش موضوع حجم، موضوع طريقه اظهار الرقم. لكن ما بين بيت وباينري، اه ده حجم، ده بيت، لكن ده مجموعه بيتس اللي هو الباينري. تمام. اوكي. دايما يعني الموضوع مش هيبقى صعب، لان دايما انت تختار الطريقه اللي تريحك. يعني مش معقول في حد يجي عند الكاونتر ويقول لي فرجني عليه بالباينري، مع انه ينفع البي ال سي يقول لك براحتك، بس هيجي عند الكاونتر بدل ما يقول لك عدد 30 عده يقول لك 101101 مثلا، هتلخبط نفسك ليه؟ اوكي. هو الحاله دي ده واقع البرنامج، ان هو عدد 50 عدد 60 عدد 0. الطريقه اللي عايز تشوف بيها الحاله دي انت اللي بتختارها. تمام. الا واذا في بعض الادرس هيجي يقول لك لا، يعني مثلا زي في حتى المفتاح يقول لك، يعني مش هضحك على بعض، المفتاح معروف ان هو يا واحد يا زيرو، يا مفتوح يا مقفول، يبقى ولا باينري ينفع ولا هيكس ديسمال ينفع ولا ساين ولا انساين ولا فلوتنج بوينت. فالوحيد اللي فاضل مين؟ حتى لما تيجي من لسه تغيره هتلاقي لسه اتمسحت، ما فيهاش حاجه، اختفت. ما هو الديسمال يعني 1 2 3 صح؟ طب ما هو الديسمال بيكتب سايند او انسايند. هو اوريدي الديسمال بيمثله بسايند وانسايند. تمام؟ اوكي. وانس ان انت اخترت الفورمات اللي انت عايزه، بتروح تقول له وريني حاله الكرنت فاليو، القيمه الحاليه دلوقتي. القيمه الحاليه جوه البي ال سي ممكن نشوفها بطريقتين، يا اما بطريقه سناب شوت يعني القط صوره، يا اما طريقه كونتينيوس يعني مستمره. تاني انا ممكن اقول له فرجني القيمه الحاليه صوره القط صوره خلاص، يا اما اقول له 24 ساعه، في ال 24 ساعه عرفني الحاله دلوقتي. تمام. يعني مثلا تعال نعمل برنامج بجد، اي 0 0 اي 0 1 ام 0 7 كي 0 1 كي 0 2. تعال نختار الفورمات. الاي 0.0 هو من نفسه هيعمل ايه؟ هيقول لك بيت، ملوش حل تاني. حتى لو بصيت دلوقتي على البروجيكتور، اول ما اكتب له اي 0.0 بص لسه فيها كذا حاجه. اول ما جت اي 0 0 هعمل ايه لوحده؟ بيت. قال لك ملوش غير بيت. ولو جيت افتح الليسته هي ما فيهاش غير بيت. اوكي. تمام. نرجع تاني هنا، اي 0.0 بيت، اي 0.1 برضو بيت، الميركر بيت صح؟ ما هو الميركر شغال يا ماتش. كي 0.1 بيت. بالصدفه في البرنامج دوت كل الفورمات لازم تكون بيت، بس ده ما يمنعش ان البرامج الثانيه كله هيتغير. يعني هي بالصدفه في البرنامج دوت احنا حاطين انبوت واوتبوت وميركر، والثلاثه يا شغالين يا مطفيين. كيف يا واحد يا زيرو يعني بيت. الكرنت فاليو في طريقتين اظهر بيهم الكرنت فاليو. طريقه اسمها سنجل ريد، وطريقه اسمها تشارت ستيتس. طريقة اسمها سنجل ريد يعني قراية واحدة، صورة واحدة، لقطة واحدة. وتشارت ستيتس يعني 24 ساعة، في ال 24 ساعة قول لي مين اشتغل ومين طفى. السنجل ريد الايتم بتاعتها في الـ في الـ S700 في سيمنز بيعملها علامة نضارة كده. التشارت ستيتس الرمز بتاعها نضارة وراها مربع. طبعا الرموز ممكن تتغير والاسم ممكن يتغير من ماركه لماركه، بس لازم هيكون في حاجه بتعمل اسم موجود عند حضرتك في برنامج كده. سنجل ريد وتشارت ستيتس
هتلاقيها موجودة، حتى انت لو وقفت عليها في البرنامج هتلاقي كتب single read او كتب chart status. تمام؟ بس في نقطة استفسار بقى. انا كتبت الادرس، كتبت الفورمات، دوست له على single read فجاب الحالة بتاعت دلوقتي او chart status الحالة بتاعت دلوقتي وبكرة وبعد وهكذا. هو انا دايما جوه status chart بستعلم عن حاجه موجوده جوه البرنامج بس، ولا ممكن استعلم عن حاجه مش موجوده جوه البرنامج؟ يعني كنا بنتناقش فيها من شويه، ينفع اكون مش مستخدم حاجه في البرنامج واسالهم عنها؟ حسب الحاجه دي، لو حاجه لو اوتبوت هضحك على نفسي ليه؟ ما معروف ان الاوتبوت مش شغال، فمن غير ما اساله معروف ان هو حالته ايه؟ زيرو. لو تايمر ما هو مش موجود يعني اكيد ما عدش في عدد قد ايه؟ زيرو. الحاجه الوحيده اللي منطقي ان انا اساله عنها حتى لو مش موجوده في البرنامج هي ممكن تكون ايه؟ الانبوت. ليه؟ دايما في الصيانه لما يكون عندك عطل في مكنه وعايز تصلحه او عايز تعرف المشكله فين اساسا بنعمل ايه؟ انا عايز اعرف، يمكن يكون الراجل دايس وعنده حق دايس بس مفيش اشاره جايه، مفتاح بايظ، فبنعمل ايه؟ بنكتب له الانبوت. الانبوت عشان يقفل او يفتح لازم يكون في برنامج، ولا يكفي ان انا ادوس عليه وخلاص؟ صح، لو دوست عليها هيقفل صح، حتى لو مفيش برنامج. اه صحيح مش هيشغل حاجه بس اداني اكشن على البي ال سي انه تسجل على الميموري واحد ان هو اتقفل. فاللي ممكن اساله عليه هو الانبوت، وده طبيعي حتى لو مفيش برنامج، حتى لو البي ال سي مش مستخدم خالص جواه الاي 0.1 وجيت سالته عليه. لكن الاوتبوت او الميركر او التايمر او الكاونتر ملهاش معنى ان انا اساله عن حالته وانا مش مستخدمه، المعروف ان حالته تبقى كام؟ زيرو، مش شغال. تمام؟ في نقطه، هو لقاك بتستخدم الانبوتس كتيره جدا عشان تستعلم عن حالتها تعرف اذا كانت شغاله ولا لا. ففي طريقه مخصوصه لكتابه الانبوت غير الطريقه العاديه دي، اللي هي غير الطريقه اللي هي بيت. في طريقه اللي هي بالايه؟ باينري، يعني اقدر اكتب مجموعه انبوتس مع بعضيها. فاكرين لما درسنا الميموري وقلنا ممكن اتكلم عن 8 انبوت او 16 انبوت او 32 انبوت في سطر واحد؟ دول اللي هنتكلم عنهم، بس الصفحه مليانه كلام كتير، فعشان ما انتهش نقوم نجرب ده الاول. انت عندك البرنامج اعمله داونلود، البرنامج اللي انت كنت مسيفه يعني افتحه واعمله داونلود، وروح خش جوه الليسته بتاعت الستيتس شارت واعمل اللي انا هعمله دلوقتي. هاجي مثلا عند الادرس، بص على البروجيكتور، هقول له الاي 00 والاي 01 وام 07 والكيو 0.1 والكيو 0.2. في ملحوظه معلش، الاي 0.0 لما انا كتبته عشان اكتب الاي 0.1 ما كانش فيه داعي، يكفي ان انا ادوس انتر. هو بيساعدك لان الصفحه دي هنعوزها كتير جدا وهتبقى مليانه كتير جدا على الاقل يعني، وانت بتعمل المكنه وانت عندك عطل. اوكي، فهو بيقول لك لو انت عايز الادرس اللي ورا بعديها اكتب اي ادرس وعلق ايدك على زرار انتر وهو هيرص كل اللي جاي بعديه. اوكي، وهكذا. يعني مثلا لا 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 ام 0.7 دوست راح جاب لي ام 1.0 اللي بعديه، كيو 0.1 احنا عايزين كيو 0.2 صح؟ بدل ما اكتبه دوس انتر، ما هو معروف ان ده بعد ده على طول. اوكي، مش بعديك البرنامج ده، بعديك ترتيب. يعني مثلا كيو 0.3 مش موجود في البرنامج، كيو 0.3 مش موجود في البرنامج، بس لو دوست انتر هيعمل ايه؟ هيجيبه. اوكي، اي حاجه ورا بعضيها ورا بعضيها. اوكي، تعال عملت كده الفورمات بتاع البي ال سي قال لك خلاص هو بيت ما ينفعش يتغير، جيت اغيره قال لي برضه هيبقى بيت. اوكي، بالظبط كله بيت خلاص. الكرنت فاليو دي اللي انا هتفرج فيها، هتفرج جواها على حاله القيمه الحاليه للانبوت او للميركر او للاوت. اوكي، الحاجه اللي انا واقف قصادها. عشان اشوف حاله الكرنت فاليو لازم اكون دايس يا اما على سنجل ريد اللي هي القيمه الحاليه لفلان اللي انا واقف عنده، او شارت ستيتس اللي هي القيمه المستمره. سنجل ريد كانها كاميرا ديجيتال، يعني اصور صوره، صورت صوره وانا ايدي عامله كده، حتى لو نزلت ايديا في الصوره ايديا لسه ايه؟ مرفوعه. شارت ستيتس كاميرا فيديو، يعني طول ما انا بغير ايديا قدامي هي قدامي على الكاميرا عماله تتغير. عشان كده تشارت ستيتس بستخدمها دايما لما يعني طبيعي تشارت ستيتس. الطبيعي تشارت ستيتس اللي هو 24 ساعه بتفرج على البرنامج. اوكي؟ لان مش معقوله هاجي في المصنع قاعد واحد قدام الشاشه وانا مشغله سنجل ريد. يبقى هو بيتفرج على حاجه كانت حصلت في 1999 ولسه بتفرج عليها دلوقتي. ساعه ما انا دوست على المفتاح. تمام؟ امتى ممكن استخدم سنجل ريد؟ لو عايز القط موقف معين جوه البي ال سي، حاله معينه جوه البي ال سي، لما فلان اشتغل ايه اللي حصل؟ اوكي؟ خاصة لو فلان ده سريع، يعني مثلا حاجة اشتغلت وطفت، طب أنا مش لاحق أقرأ البرنامج في اللحظة دي، فراح عمل سنجل ريد، كأنه عمل فريز، ثبت البرنامج كله ساعة ما أنا دوست. اللي أنت رسمه، البرنامج اللي أنت رسمه المفروض أنت هنا جوه البروجرام بلوك
عامل البرنامج اللي كان موجود على السبوره من شويه اللي هو اي 0.1 اول مره يشغل بالظبط. اوكي فاعمل اوبن للبرنامج اللي عندك، اعمل له داونلود على البي ال سي صفحه ستيتس تشارت. احنا كده بروجرام بلوك سيمبل تيبل ستيتس تشارت. اوكي تاني صفحه بروجرام بلوك صفحه سيمبل تيبل اللي خدناها المره اللي فاتت صفحه ستيتس تشارت بعديها. اوكي جوه الصفحه دي الادرس حط فيها العناوين، الفورمات اختار منها الصيغه اللي عايز تشوف بيها الحاله، الكرنت فاليو المكان اللي هتشوف فيه الحاله، بس بشرط تكون الاول دوست على سنجل ريد او دوست على تشارت ستيتس عشان يجيب لك الحاله دي.